المايسترو، شغل عالي. شغل عالي بس تستاهلوا الحقيقه يعني. ربنا يخليك. واللاعب بيبقى حظه حلو يا عمرو لما بيبقى المعلق كمان متجاوب. أكيد. يعني اعتقد ان عصام شوالي تجاوب بعنف مع الجول بتاعك وخلى المباراه كلها طعم طبعا. الحياه. لكن تعال نحكي بقى قصه الهدف الاول. انت شايف ان الجول ده مع الاحتفال الكبير بالقضيه وقفشه واستاهل لانه بني ادم طيب وجميل، يعني شايف ان الهدف ده اتظلم شويه؟ اكيد اكيد. اتنسى شويه. اتنسى عشان هو اول جون طبعا في المباراه، وقفشه طبعا جاب الهدف الفوز، في وقت صعب. وقت صعب، نعم. وجون جامد جدا، وكسبنا بيه اغلى بطوله، فالحمد لله يعني الواحد ساهم بحاجه في المباراه دي. طيب الكورنر ده بقى كان متفق عليه هنا. احنا الاول بس تعالى نتكلم شويه في الكواليس والذكريات والاحداث. كان فايلر، وانا عارف ان فايلر كان عنده قناعات رهيبه بيك. لا، كان موسيماني. لا ما انا عارف ده مع موسيماني، لكن قبليه كان فايلر. فايلر. فايلر اشتغل، عدينا الدور الاول، عدينا بعد كده موسيماني المجموعات، كمل. عدينا سان داونز، وبعد كده جه موسيماني. نتكلم على فتره فايلر الاول، يعني تمام. القصه مع فايلر كانت عامله ازاي؟ لا يعني فايلر من يعني من اكتر المدربين اللي اشتغلت معاهم، ايوه. اللي طور من عمرو السوليه. يعني هو راجل بيحب التمرين جدا، بيحب اللي بيتمرن، نعم. مفيش هزار في التمرين، الجدية شعاره. الجدية مفيش غيرها بالنسبة له. نعم. ان انت تبقى مثلا مهاجم او لعيب مثلا في الجزء اللي قدام وبتهاجم بس ما بتدافعش، فانت مش موجود، مش موجود. مش موجود معايا خلاص. انت كده نص لعيب كورة. هو كان يقول لنا كده. يعني انت عشان تبقى لعيب كورة متكامل لازم تهاجم وتدافع. كويس. انت الفرقه بتدافع لك، فانت لازم تدافع للفرقه انت كمان. الفتره دي يعني انا يعني من احسن الفترات في حياتي جوه النادي الاهلي فتره فايلر مع دي. ريني فايلر. نعم. طورني في جوه الملعب في موضوع بوكس تو بوكس، ازاي ان انا ببني الهجمه، وازاي انا ببني الهجمه، ان انا اكون موجود جوه ال 18 بنهي الهجمة، وان انا واحنا بنحضر اللعب انا اللي ببني الهجمة. فكان شغل يعني الواحد اتعلم منه كتير. والفترة دي يعني الفترة بتاعت فايلر يعني من بداية ما فايلر جه هي اللي وقفتنا على رجلينا الفترة اللي يا بعدها، سلام. الموسم اللي بعده. يعني عملنا معاه فترة اعداد محترمة جدا، هي فترة الاعداد دي اللي وقفتنا على رجلينا السنين اللي بعدها. مع رحيل فايلر ومغادرته المفاجأة للنادي الأهلي، بدأتوا تحسوا بالقلق شوية؟ طبعا طبعا. كانت مفاجأة إنه الأهلي يتعاقد مع مدرب إفريقي. كنتوا عارفين موسيماني وعارفين صن طريقة داونز. لعبه وعارفين سان داونز وحاسين إنه مدرب كويس من خلال أداء سان داونز، لكن كانت مفاجأة بالنسبة لكم؟ كانت أكبر مفاجأة طبعا إن موسيماني إن هو يبقى المدير الفني بتاعنا. نعم. يعني كلنا اتفاجئنا بالموضوع، ومحدش كان متوقع إن موسيماني يبقى موجود معانا ويكمل معانا البطولة. طيب موسيماني جه، احكي لي كده كواليس اول لقاء مع موسيماني. أول لقاء مع موسيماني دخلنا غرفة الاجتماعات، كويس. قال لنا أنا عارف كل لعيب فيكو، اتفرجت على كل لعيب فيكو، وكان مذاكر فعلا. كان مذاكر اللعيبة كلها وعارف اللعيبة كلها بأرقام تيشيرتاتها كل حاجة، وكان بيتفرج على ماتشات قبل ما يجي. هو بصراحة كان معاه يعني الجهاز اللي موجود معاه، كان معاه 2 تحليل أداء، يعني كانوا هما يعني 90% من نجاح موسيماني الاثنين الاثنين محللين دول، اداء. نعم. ان هما بيعملوا له كل حاجه. ايوه. هو بس بشغل الملعب، لكن تحليل المنافس والفرق اللي بنلعبها كانوا متفوقين جدا فيه. نعم. فقال لنا انا عارف كل لعيب فيكو، وعارف امكانيات كل واحد فيكو، وعارف ايه اللي ناقص كل واحد فيكو كمان. يعني. وقال ان احنا هنبدا نشتغل. انا كسبت افريقيا قبل كده، وحافظ افريقيا كويس، وعارف كل فريق بيلعب ازاي ويفكر ازاي، وهبدا اشتغل معاكم على النقطه دي. هنبدا نشتغل على خطه جديده، وعلى تحركات جديده هتبقى جديده عليكم، بس لو حفظتوا التحركات دي والطريقه دي
هتلاقوا نفسكم في حتة تانية، وهتلاقوا المباريات بتبقى سهلة بالنسبة لكم. مدرب تكتيكي كويس موسيماني؟ اه طبعا جدا جدا، انا عارف انه دماغه كلها تكتيك طبعا يعني، من النوع اللي عاشق موضوع التكتيك وموهوب في هذا الامر. هو يعني 90% من تمارينه هو تكتيك،